استاذ ابراهيم، لا يمكن ان نبدا هذا الحوار الا لما نسمع بعض الكلمات من حضرتك وما تود ان تتطرق اليه والعناوين الرئيسيه التي ارتبطت دائما ابدا بشخصيه وبعمل وطبيعه عمل وملامح عمل الراحل الكبير الاستاذ خالد توحيد. عايز اقول ربنا يرحمه ويصبر اسرته وزوجته واولاده الحقيقه. ولو احنا عايزين نتكلم، انا اي كلام هتكلم فيه عن خالد، انا بهتيالي اليوم اللي دخل فيه المستشفى، يعني كل الحدوته، الساعات اللي هي ما كملتش 24 ساعه، احنا بنتكلم على 20 ساعه من ساعه ما جاله الكومه اللي جات له وهو بيصلي. وانا بعتقد ان الانسان اللي يقابل ربنا وهو ساجد، يعني هو ما قامش من الكومه ديت، بعتقد دي اشاره من السماء قد ايه البني ادم ده كويس. انما دعني اقول لك، في المستشفى ويعني والعدد الهائل اللي قاعد لغايه، كان مثلا قاعد لغايه الساعه 1 بالليل و2 بالليل موجودين في المستشفى، هو فاقد الوعي وقاعدين تحت في مستشفى المعلمين، والحقيقه في الجنازه او في العزاء اللي شوف اللي يتشاف ده، تقدر تعرف يعني بالظبط، تقدر تعرف انت خالد توحيد ايه، وتقدر تعرف الانسان ده ايه من تقدير الناس ليه وحزن الناس عليه. انا تزاملت، يعني انا بحكم الاهرام الرياضي اللي طلعت في يناير 90، وولودي كرئيس تحرير فيها 19 سنه على التوالي، وخالد يمكن كان من الدفعه اللي دخلت بعد كده، خالد توحيد. قعدنا مع بعض سنين طويله جدا. اسره الاهرام الرياضي، احنا بنسمع حضرتك طبعا شايفين على الشاشه لقطات من الجنازه. انا عايز اقول المشاعر بتاعت الناس في الجنازه في جامع مصطفى محمود، وفي الدفن وفي العزاء والكلام ده كله، المشهد ده يبين لك الانطباع ايه، مين خالد توحيد، تقدر تعرفه من المشهد ده. والمشهد ده اكبر من اي حاجه، من اي حاجه تقدر تتكلم فيها عن انسان. الانسان لما يبقى صريح وصادق وعلى خلق ولسانه عفيف وامور يعني امور كثيره جدا، لما يبقى الانسان فيها راقي على المستوى الانساني، فهو هو ده، ما هو ده، ما هو ده المفترض ان احنا نبقى كلنا فيه، ان احنا نبقى عندنا حلم، نبقى احنا عندنا قدره على الحوار، يبقى اننا صادقين، ان انا ابقى صادق في اي حاجه بقولها. كل الحاجات دي كلها ما بتضيعش على فكره، انت بتتشاف انت في حاجه زي دي كده، بتقدر تعرف الانسان ده ايه موقعه ايه على الخريطه بتاعت في حب الناس وكلام. المؤكد يعني انا حتى بعزي اسره الاهرام الرياضي والاستاذ محمد شبان رئيس تحرير وكل الزملاء اللي موجودين هناك، بعزيهم لان الاهرام الرياضي كلها قد ايه عدد قليل جدا طبعًا. انما في الاول وفي الاخر الانسان زي ما بيقولوا سيره. وانا المشهد ده درس ورساله لاي حد. يا عم محدش عارف هيموت امتى يا سيدي، كل واحد يبقى مش عارف الخطوه بتاعته الاولانيه، في خطوه تانية ولا لا. خلي بالك انك تعمل ده، انك انت تعمل ما يرضي الله، تقرب الى الله قدر ما استطعت. هو مش تقرب، انت مش مطلوب، هو المطلوب مننا ايه؟ هو المطلوب مننا ايه؟ ان احنا ما ناذيش، ما نكذبش، ما نغلش، ما نعملش، هو ده اللي مطلوب. فانا المشاهد دي كلها دي رساله لاي حد، ورساله لكل اعلامي بيشتغل. عندما تكون صادقا، يعني شوف لما تبقى صديق، لما تبقى عندما تكون انك انت مساحه الاحترام في الوسط لموضوعيته ومقالاته وقراءته وانا بعتقد ده ولغته في الحوار زي ما في الاول قلت. في الاول وفي الاخر يعني الموت هو الحقيقه الوحيده في الدنيا. انا بضم صوتي لصوت حضرتك، وبنقدم العزاء لزملائنا جميعا في اسره الاعلام الرياضي وفي قناه الاهلي طبعا زملائنا الاعزاء، وكان نعمه المدير والقائد في العمل كرئيس للقناه طوال الفتره السابقه وحتى يوم وفاته، كلنا طبعا نشهد له بالكفاءه ويعني العقليه الراجحه في اداره الامور والتعامل الهادئ مع كل الملفات اللي بيكلف بيها بالتنسيق مع مجلس اداره الاهلي. وده اتضح كمان على مستوى حب وتقدير زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره باكمله وكل قيادات ورموز النادي الاهلي وعائله الاهلي لهذا الراحل الكبير استاذ خالد توحيد. وكل العزاء طبعا للاسره الكريمه لها الصبر والسلوان، ولزملائنا ايضا في الوسط الصحفي وفي الاهرام الرياضي على وجه التحديد، وسنفتقده بالتاكيد في الفتره القادمه. وان شاء الله زي ما قال الاستاذ ابراهيم، سيرته باقيه وعمله الصالح دائما واجتهاده في العمل وموضوعيته ودقته في العمل ولغته الراقيه كواحد من افضل النقاد الرياضيين في مصر ستبقى ان شاء الله دائما ابدا معنا جميعا في الوسط الرياضي والكروي المصري.